السلام عليكم متابعي دراما سبورت. بهذا الفيديو رح نحكي عن الشيء اللي كتبه رافينيا الكانتارا لاعب نادي العربي حاليا عن عمر السومة، وكمان رح حاول رد على بعض الاستفسارات والأسئلة اللي طرحتوها. طبعا اليوم تمت إراحة عمر السومة بمواجهة الريان والعربي بكأس أوريدو كأس قطر، وهذا الشيء بعد ما السومة قاد نادي العربي للوصول إلى المركز الثاني بهاي البطولة بعد ما سجل هدف الفوز على المرخية اللي فاز فيها العربي بنتيجة 1-0، وكمان هدف إبداعي ورائع جدا بمباراة الغرافة وكمان فاز فيها العربي بنتيجة 1-0، وهذا الشيء خلى رافينيا الكانتارا يكتب بالإنستغرام عبر حسابه الشخصي ويوصف عمر السومة بآلة تهديف حقيقية. وقبل ما نفوت بالتفاصيل ونحكي عن عدة مواضيع حول الأسئلة اللي طرحتوها وحول ما كتبه رافينيا الكانتارا، بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، ممكن انت راح تحس بان احنا عم بنبالغ لما بنحكي عن عمر السومة، لكن صدقا راح يجي يوم ونندم حتى على عمر السومة اللاعب الابرز بتاريخ الكرة السورية اخر 20 عام. يعني هذا الشيء اللي عم بحكيه مانو مدح بلاعب بسيط جدا. لما بتلاقي رافينيا الكانتارا اللي سبق ولعب مع المنتخب البرازيلي ومع نادي برشلونة ومع باريس سان جيرمان ومع انتر ميلان، وكان بيلعب مع عدة نجوم سواء مع المنتخب البرازيلي او مع باريس او مع البارسا، مع ليونيل ميسي لعبان رافينيا الكانتارا، مع ابراهيموفيتش، مع نيمار، مع عدد من نجوم العالم. فلما يخصص منشور كامل يحكي فيه وينشر فيه صورته مع عمر السومة ويقول بأن آلة تهديف حقيقية، فهذا الشيء ما نو بسيط أبدا وما نو سهل أبدا. يعني ممكن اللاعب يحكي بالتدريبات لعمر السومة أنه أنت بالفعل لاعب مميز جدا أو لاعب ممتاز جدا، لكن لما بتوصل معه لموضوع أنه ينزل منشور حول عمر السومة فهذا الشيء ما نو قليل. وأنا متأكد تماما بأن رافينيا الكانتارا استغرب من المستوى اللي عم بيلعبه عمر السومة والطريقة اللي عم بيسجل فيها الأهداف والقدرات على تسجيل الأهداف. ورافينيا الكانتارا ما هو أول لاعب أو شخص أجنبي من برا الدول العربية بيحكي عن عمر السومة. لما بتشوف تصريحات فلادان المدرب السابق للأهلي أو جروس المدرب السابق للأهلي وكيف كانوا عم بيصرحوا عن عمر السومة بأن هو ليفاندوفسكي المنطقة العربية، وخصائص عمر السومة بالفعل تكاد تكون قريبة جدا من ليفاندوفسكي أو من إيديسون كافاني، لاعب الصندوق الصريح اللي بيستثمر الفرص وبيسجلها بطريقة سهلة وبسيطة. الهدف الأول اللي سجله عمر السومة على المرخية على سبيل المثال لوب، الهدف الثاني اللي سجله على الغرافة كان موجود لوحده بمنطقة الصندوق بركلة ركنية ورأسية حطها بالزاوية القاتلة. فهل مواصفات تكاد تكون معدومة بالمنطقة العربية وحتى بالدول الأوروبية حاليا في لاعب رقم 9 الصريح اللي بيسجل أهداف. فيك تقول حاليا موجود هالاند، في ليفاندوفسكي، في كريم بنزيما، لكن حتى كريم بنزيما ما هو لاعب رقم 9 صريح. هاي الخصائص صارت نادرة جدا، وبالتالي بتلاقي هذا الاستغراب لدى اللاعب الأجنبي أو اللاعب المحترف اللي سبق ولعب مع البارسا وباريس وهالأندية، وبيشوف لاعب مثل عمر السومة وبيستغرب إن هذا اللاعب مظلوم إعلاميا. نحن ممكن عم نحكي عنه بالفيديوهات، لكن على الصعيد الغربي أو كيف ما احترف هذا اللاعب بالدوريات الأوروبية، كيف ما تم اكتشاف هذا اللاعب مبكرا، واكيد طبعا احنا بنعرف كل هالقصة وبشكل عام بنعرفها لكون كان صعب جدا يحترف لاعب سوري من الدور السوري بدوريات كبرى، وحكينا عن هذا الموضوع عدة مرات. بشكل عام يا شباب، لما شفت هذا المنشور اللي نشره رافينيا الكانتارا انبسطت، كنت مبسوط وحابب يعني احكي عن هذا الشيء اللي انبسطت فيه للمتابعين. ممكن انت ما بتحبه لعمر السومة وممكن تحبه، لكن انا بصراحة
انبسطت. وهلا يا شباب رح حاول رد على بعض الاسئله والاستفسارات. الاخ دكتور حسين عم بيسال: دكتور شنو رايك بمستوى الدوري العراقي هذا الموسم، وهل هناك تطور عن السنوات السابقه؟ نعم اخي، في تطور ملحوظ للدوري العراقي من ناحية الملاعب، صارت أفضل بشكل أو بآخر، الحضور الجماهيري صار أفضل، موضوع النقل التلفزيوني كمان أفضل. هلأ موضوع الروزنامة، روزنامة الدوري العراقي والتأجيلات، ما بعرف إذا رح تتحسن أو رح يستمروا بهذا التحسن. بشكل عام الدوري العراقي متطور جدا عن السنوات السابقة. طبعا الملحوظة السلبية إلى الآن موضوع أندية الهيئات، يعني في عدد كبير من أندية الهيئات بالدوري العراقي اللي ما فيها، ما عنده جمهور كبير، مثل مع احترامي لها الأندية طبعا، يعني نادي الكهرباء ونادي الصناعة ونادي النفط وكل هالأندية بصراحة أحيانا عم بتأثر على أنك أنت عم بتتابع الدوري العراقي، وبتعرف الجمهور العراقي شغوف ومحب لكرة القدم، فلما بتلاقي مباراة ما فيها جمهور كمان الأمر شوي محزن. الأندية اللي دهوك حالياً عم بيلعب بالدوري العراقي الممتاز، حضور جماهيري كبير، أمر مفرح. لما الزوراء والشرطة والقوة الجوية والأندية الجماهيرية النجف، هالأندية لما بتلعب زاخو فبتلاقي في جمهور كبير، بتفرح بصراحة. عامل الجمهور مهم جدا، لأن نحن بشكل عام من الناحية الإدارية ما لنا أقوياء، فوجود هيك أندية عنده جمهور على الأقل بتعطي طابع جميل أو فكرة حلوة عن الدوري العراقي. الأخ عبد المجيد عم بيسأل: صحيح بإمكان محمود داود اللعب لمنتخبنا بعام 2023؟ يعني بظن أنا حاكي مليون مرة عن محمود داود، سكرنا ملف محمود داود. محمود داود لا يرغب باللعب مع المنتخب السوري، يعني هذا الشيء لازم تاخذوه بعين الاعتبار. في فرق بين اللاعب اللي عنده إمكانية يلعب مع المنتخب السوري أو حابب يلعب مع المنتخب السوري، وفي لاعب ما عنده الرغبة، فخلاص يعني ما لازم نحكي عنه أساسا. طبعا أنا هون عم رد على الأخ عبد المجيد لأنه هو دائما يعني موجود متابع دائم بالقناة، فأكيد لازم نرد على هذا الاستفسار، علما هذا الاستفسار بالذات أنا ما بحب رد عليه. خلاص اللاعب اللي ما بده يلعب مع المنتخب ما لازم نحكي عنه ولا بأي شكل من الأشكال، لأنه هو يعني نتمنى له التوفيق مع نادي بروسيا دورتموند ونفرح له، لكن خلاص يعني هو لاعب حابب بيلعب مع منتخب ألمانيا. الأخ هشام عم بيسأل: هل كأس العرب رح تستمر الفيفا تنظمه ورح يكون بأوقات منظمة، ولا رح نرجع مثل قبل؟ غالبا أخ هشام رح نرجع مثل قبل. يعني بصراحة كأس العرب اللي تم تنظيمه بشكل احترافي كان الهدف منه تجربة ملاعب كأس العالم، يعني استعدادات قطر لكأس العالم، فكان الهدف واضح من الفيفا. أما التنظيم المستمر أنا بظن أنه الأمر صعب جدا، يعني الفيفا دائما عندها قانون ما بتعمل بطولات على أساس قومي أو طائفي أو عرقي أو من هالنواحي، فالأمر صعب. ممكن بتمنى هذا الشيء بصراحة، كأس العرب كان كأس جميل جدا واستمتعنا فيه، لكن كمان لازم يكون التنظيم نفس تنظيم قطر لحتى تستمتع فيه، من ناحية النقل، من ناحية الملاعب، ومن ناحية الاستعدادات. الأخ باقي رسلان سؤالي هو: هل تساعد في استكشاف المواهب بأوروبا؟ أتمنى أن تساعد لأنك مقيم هناك أو تتمنى. بصراحة أخي أنا لا أساعد ولا أتمنى يعني العمل بهذا الموضوع، ممكن في ناس مختصة بهذا الأمر هي اللي عم تشتغل بهذا الموضوع، أنا ماني مختصة باكتشاف المواهب. إذا أي شيء يعني تم طرحه عليك شخص موجود بأوروبا للمساعدة، فأنا أكيد دائما على استعداد للمساعدة، أما كوظيفة أو كعمل دائم لاستكشاف المواهب أو يكون شغلي الشاغل إطلاقا، يعني ما عندي هاي الرغبة، ما عندي هذا الوقت أساسا. هل سوف تغطي كأس العالم؟ نعم راح نغطيه فقط على القناة. ستذهب إلى قطر أو الإمارات؟ لا، لأن بصراحة يعني بحكيها وبيقول صراحة أنا يعني موجود باليوتيوب كهواية، حكيت عدة مرات موضوع التطوير، ما بحس أنه لازم نطور أي شيء بالقناة، ما لازم نطور أي شيء بالقناة، لأن هذا هو طموحي بصراحة. يعني طموحي أنا واصل للحد الأقصى من طموح قناة دراما سبورت، أنه نحكي عن واقع الكرة السورية، نحكي عن الرياضة السورية، نحكي رأينا الشخصي لا أكثر ولا أقل. أما طموح أكبر من هذا الطموح إطلاقا، ما عندي الوقت أساسا لنشتغل على هذا الموضوع أو أتفرغ
لهذا الموضوع. السفر لقطر والإمارات يحتاج إلى شخص مفرغ بشكل كامل لليوتيوب أو مفرغ بشكل كامل لهذا الموضوع بالذات. يعني تكلفة الاستوديو الموجود حاليا، المكتب حاليا المستأجر بألمانيا، بأد تكلفة 3 قنوات يوتيوب. فالموضوع هواية لا أكثر ولا أقل. الأخ فراس عم بيسأل: دكتور الله يعطيك العافية، ممكن تشرح موضوع الانتساب للقناة وليش بس اللي خارج سوريا؟ موضوع الانتساب للقناة يعني هو دعم للقناة مختلف عن الاشتراك بالقناة. الانتساب ليش خارج سوريا؟ لأن بسوريا ما في شيء موجود اسمه دفع إلكتروني عن طريق اليوتيوب وهيك أمور بصراحة، يعني الأمور الدفع يعني بسوريا كل شيء كاش، فبالتالي الموضوع خارج سوريا فقط. يعني بألمانيا بتركيا الناس، أنا متفاجئ جدا بكمية الناس اللي عم تنتسب إلى القناة، بتشكر الجميع على يعني بصراحة خجلوني، يعني أكثر من 19 شخص منتسب بالقناة، أمر ما تخيلته ولا بشكل من الأشكال. بتشكر الكل وأنا بعرف الكل وعم نتواصل مع الكل بقسم خاص للمنتسبين. طبعا يا شباب، للناس اللي عم تسأل عن طقم نادي العربي القطري، فهو طقم مقدم من شركة سبورت ستيشن، رقم الشركة موجود، فيك تتواصل مع هاي الشركة وتطلب الطقم اللي بدك إياه لنادي أوروبي، نادي عربي، منتخب عربي ونادي عربي، نادي سوري، كل هالأمور موجودة بشركة سبورت ستيشن، تواصلوا مع الشركة، الأسعار بنور الله. بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.